المجموعة الثانية انطلقت وأول نقطة بسجلها زوزو نهرة. بذكر أنه المجموعة الأولى أحرزها فريق الزهرة على أرضه بنتيجة 25-19. وسام على الإرسال، استقبال لوكا والطابة بتنزل خارج الملعب 1-1. هم جربوا يضربوا على الحفار، الحفار لهلا استقباله اجمالا من افضل المستقبلين عم بيكونوا جوا هون. نسبته منيحة، نسبته كثير منيحة، فوق ال 67%. لوكا جريجوري خارج الملعب بيقول الحكم، والزهرة عم يتقدم 2-1. هيدا لوقا استقبال من ألان كوميل، زوزو نهرة النقطة الثانية بيسجلها للأنوار. يعني إذا كفى هيك زوزو رح يفوت بالتوب سكوررز. زوزو على طول بكل ماتش عم بيكون عنده سكورات منيحة، بالأخص يعني على طول يعني وسام بيقدر يلعب، عم بيلعب عليه كثير لأنه أغلبية الأوقات بيكون اللي مقابله زوزو قادر يقطع عنه. جريجوري استقبال من لوقا، واو بيضرب كورفن فوق البلوك، ما كان لاحقه بعد حتى. أفونتاجو بنطه سريع يعني بعد البلوك، بعد ما زوزو من البلوكات العالية يعني بعد ما لحق يطلع عم نشوفها. كان أسرع منهم كورفن وسجل النقطة الثالثة للزهرة 3-2. إرسال النار بيستقبل، وألان بلوك أوت. ويبدو ببداية المجموعة الثانية أنه الأنوار فاتوا بجو اللقاء، بس قليل الاخطاء اللي عم تصير بالاستقبال مش معود عليها بفريق الانوار. يعني عم بيكون ملعب كثير مفتوح يعني ل زوزو، بينما الحفار عم بيكون يعني عم بيجربوا يستفيدوا منه، عم بيكون كثير منيح كمان. كورفن بيسجل يعني ما عم بيشكل نقطه ضعف بالفريق، عم بيكون كثير منيح يعني برافو للاعب بهالعمر فايت بفريق. يعني هيدي الدورات والمباريات عصام انت بتعرف هي افضل مكان لتجربه اللاعبين الشباب ويعطوهم ثقه. وفي الحال ادائه كان كثير منيح بدوره سامي ابو جوده. صحيح سامي ابو جوده. كورفن ارسال صاروخي، الن خارج الملعب 5-3. فريق الزهرة ميزته كمان عنده سيرفيس، يعني أغلبية لعيبته عنده سيرفيس قوي، الباسور تبعهم سيرفيسه منيح، كيرفن سيرفيسه كثير منيح، لوقا سيرفيسه كثير منيح، فعم بيأذوا كثير الفرق بهالسيرفيسات. كيرفن بالفيلي صبني بالعين 4-5. والإرسال لفيليب بفريق الأنوار، لاعب رقم 14. داركم معودين عليه كمان يكون افضل من هيك. فيليب مزبوط معودين عليه يكون افضل من هيك. 6-4 للزهرة. الحفار على ارسال لفريق الزهرة على جريجوري، وألان بلوك. المرة اللي بيلقط البلوك هو ميتيتش. 7-4. حفار بالفيليه 5-7. بعدنا ببداية المجموعة الثانية، بين الالي بس يكون الفريق يعني الفريقين بس يكون الباسور على الشبك، مش مفروض الفريق الثاني يخسر سيرفيسه. شو ما صار لانه معك شويتين بس على الشبك على طول بتفوت. الن يميل بيستقبل كورفن، صاروخ من كورفن. اول تكنيكال تايم اوت بالمجموعه الثانيه لمصلحه فريق الزهره.
هيدا كورفن من الإعادة. بنش الأنوار بالنسبة للسيرفر ميهايلو 8، لوكا 7، محمد حفار 5، كورفن 5، ودرار عبيد 5. عامل 5 سيرفيسات، عامل 5 سيرفيسات أكيد أكيد. هذا عم نحكي عن فريق الزهرة. كنا هلا عند الأنوار، ويسام حسري 10، غريغوري 4، فيليب 3، زوزو نهرة 3، وآلن كوميل 3. يعني هيدي بتدل قديش الفورماسيون يعني بيكون فيها صحيح اللعيب قديش عم يربح نقاط على السيرفيسات بهالمطرح. كل ما ضرب سيرفيسات يعني كانوا عم بيربح، عم بيربح نقاط صحيح. 8-6 استقبال من الحفار، اوه بعيد كثير، مش بوستو هذا، بوزيسيون تبعه بيضرب على الواحد، هو لعبوا اياها على الستة وماشي لقدام، مش من السهل يقدر يربحها يا اسطى. كمان طابي مساعدة الفيليب تتخلص، دفاع جيد للأنوار بهاللحظات، والطابي بتخلص بالتعادل 8-8. كمباك حلو كتير لفريق الأنوار بعد تكنيكال تايم اوت. ثلاث طابات على التوالي بيربحون الفريق المتني، وبيير فارس بعده على السيرفيس. كمان ارسال صعب كثير من بيير، طابي عنده مجال يتقدم الانوار هون، وهيدا اللي بيعمله، هيدا اللي بيعمله بواسطه فيليب. ولاول مره عم يتقدم فريق الانوار بهالمجموعه الثانيه بعد ما كان تقدم 1-0 ببدايتها. السيرفيس بير عم يصعب سيرفيسه. واو بيسقط لقى ذكية كتير منه هالطابة من فوق البلوك، لأنه عم يسكروا على الديفونس ورا، عم يسكروا له فاتح كل الملعب، فطلع وزتها ورا البلوك دغري. ميهايلو ميتيتش على النار، وفيليب كمان، طابي بتتخلص، وزوزو نهرة 10-9 لفريق الأنوار. بالإعادة زوزو كمان من فوق البلوك، وهالمرة بينلقط بالبلوك لوكا، لكن بلوك اوت 10-10. هيدي ميزته لوكا بسيرفيساته بالاتاك تبعه. اجمالا لعيبة الاربعة على طول بيلعبوا بهالطريقة، لانه بيكونوا مستقبلين طابي وجايين واصلين، ما بيقدر يضرب برياحها. سيرفيس بالخارج، زهرة بيتقدم 11-10. ارسال لغريغوري بيلقطها لوقا، وكورفن بالخارج 12-10 لفريق الانوار. كورفن هذا السيت يعني مروح اكثر ما مروح بكل شيء، فهمتوش اللعبة طبتين ورا بعضهم عادة ما بيعملون في شيء غلط، ايه بحق له. وهون طابت غريغوري بالخارج 11-12. درار عبيد استقبال للنار، زوزو طابته بتتخلص، كمان بلوك، ومع ألن ما فيك ترتكب هيك أخطاء. أكيد هذه اخطاء مميته بهيك
الشبك 13-11 للأنوار جديدي. زوزو نهرة، ارسال صعب كمان من زوزو هالمرة، كريستيان بيسجل. كارفن غريغوري بيلقطا وا فيليب بيسجل. اي ما بدها ثلاثة بلوك. 14-12 لفريق الأنوار. استقبال عاطل عند الزهرة. كارفن بيسيبه لغريغوري بكتفه وبيسجل النقطة. غريغوري مش متوقع يجي تعالي، بس هي كانت مبدئيا بيني برا. طلع عالي كتير كارفن. محمد حفار سيرفيس للزهرة على غريغ. فيليب خارج الملعب. التعادل 14-14. فيليب اليوم على غير عادي، فيليب العادي يكون افضل من هيك. حفار على ألن. ألن من جديد بيكبس شبكه ألن، والزهرة بيرجع بيتقدم 15-14. أكيد سينيسيا ريليتش مش راضي أبدا، مدرب عم يطلب تايم أوت، يعني قبل طابة وحدة بس من التكنيكال تايم أوت. ما بعرف إذا انتبه على السكور. أكيد منتبه، بس شاف شغلة مش غلط، ما عجبته كتير يعني، وهيدي عم تعل معه من كذا مرة. توب سبايكر كريستيان عساف 100% من طابتين، زوزو نهرة 83% من 5 طابات، لوقا 73% من 8 طابات، كارفن 57% من 8 ايضا، ومحمد حفار 50% من طابة واحدة. اجمالا مش كثير شايطين، هو البورسنتاج عادة بنقاس على بورسنتاج شوطة، غير انه كم شوطة شايط كم شوطة خسران. نرجع للملعب مع محمد حفار على الإرسال. ألن بيستقبل بيضرب وبيسجل. 15-15. يعني قليل بعد البحث انه اللعيبة بس تركز على شغلة معينة عليه بالتمرين بيجي بيغلط فيها. أكيد هيدي معروفة بكل الرياضات، يعني بتحمله فوق طاقته اوقات، فوق طاقته فيها بصير اخذها مثل بصير متفوبي مثل تحدي او ألن. حفار بيستقبل وكريستيان عسيف بيمنع فريق الزهرة تاني تكنيكال تايم اوت، وظاهر مكان نشاط بالإعادة. يطلع عالي كريستيان فوق البلوك وبيسجل 16-15. عم بيكون كثير موفق مع الباسور. سايد اوت اتاك كارفن 60%، لوكا 75% من 8، ديرار 0% من 4، وكريستيان 100% من 3. هيدا بالنسبه لفريق الزهره. عند الانوار فيليب 38% من 13، نسبة مش منيحة أبدا. ألن 44% من 9، زوزو نهرة 80% من 5، غريغوري 4% وبيير فيريس 0% من طابة. يعني فيليب عم بيكون مش بأيامه. هون كمان بينلقط بالبلوك واحد وكله، يعني أكثر واحد شايط بالفريقين بتصور صار.
في مشكلة. فريق أنوار إذا طبي ما قطع نزيحة كيلومتر برياحها ما عم بيقدروا يتصرفوا فيها، يعني لأنه عم تيجي لفيليب، فيليب ما عم بيقدر يحسم. كريستيانو وارد جامب سيرف هالمرة بالأوت. هالمجموعة الثانية متقاربة جدا بعكس المجموعة الأولية اللي كان الفرق فيها عم بيوصل لثمان نقاط، يرجع ينزل لأربعة. مظبوط، فريق الزهرة شوي ندفة، نسبة أخطائه عالية. طابة بتتخلص لكن خطأ كبير، سوء تفاهم بين لاعبي الأنوار. اللي عم يجربوا فريق الأنوار يغطوا ميلة وسام، يعني عادة بالستة بتغطي ضمن الدوايرة أو بتزيح شوي لهونيك، هن عم يجربوا يغطوا ميلة وسام، وسام عم يدق بطابة بإيده، فمشان هيك ما عم بيقدروا يعني غير توقعاتهم بالتسكير. كمان مرة تانية ميتش بيسقط طابة ثقيلة كتير. ميهايلو ميتش يمكن هيدا تالت ايس او التاني لميهايلو، هلا بنشوف. صار معروف فيها هيدي هون، بس اللي مبين الفريق فريق الانوار عم بيلعب ما كتير يعني من وجوههم. وتايم اوت تاني لسينيسيا، يعني في تعصيب، بينما فريق الزهرة عم بيكون مرتاح والبسمة على وجههم، مع انه سكور ما كتير بعيد كان. يعني اللي لعبة الفولي بول هي نفسية أكثر من الماكسيم، هي النفسية هي بتأثر طبعا، يعني التركيز والنفسية المرتاحة والتفاهم، مع انه ماتش حبي يعني هذا موجود، المفروض تلعبوا كونتر اتاك عند فريق الزهرة. كورفن 4 50% من 4، لوقا 67 من 3، محمد حفار 50 من 2، ميتيتش 0 من 1، ودرار عبيد 100% من طابة. اما عند فريق الانوار فيليب 60 من 5، غريغوري 3، زوزو نهرة 1، وألن 100% من 1. كمان طابي عم بيعترض غريغوري 20-16. عم بيوقف عم بيتسلع كل واحد، عم نشوفها بالإعادة ماتيتش. بس الهيئة مزبوطة، شيلة طابي، بس طلعت لورا لو انه منه مقبول. مظبوط، يعني رح يطلب تغيير، عم يطلب تغيير عمر عبد الاحد. محل الان كومل، عمر عم بفوت محل الان بفريق الانوار. هيدا ميتيتش، خطأ من عمر 22-16. يعني ميتيتش بهالوقفة صار ربحان 6 طابات ورا بعضهم، هو بس سكورر يمكن راح يطلع حتى من ورا السيرفيس مش أكثر. ميتيتش من جديد هالمرة بالفيلي، كل يوم عيد والله، عيد على شي 6-7 طابات ميتيتش، مثل رجع نفات بالسات أكيد. يعني من ال 16-17، من 17-16 ل 22-16 من جديد ميتيتش هالمرة، بلوك من غريغوري. فريق الأنوار عم يستعيد توازنه بالمقابل، فرق انه الانوار سيرفيس ما عم بيكون ابدا صعب، يعني سيرفيس ما عم بيكون عندهم شيء يردهم على السيت. كمان هون غريغوري باسور ورا، طلع بلوك لو مدد ايده. زوزو بلوك اوت 22-19. ما في تجانس مثل ما مبين بالفورماسيون تبع فريق الانوار، يعني شفنا عمر ووسام عم بيركضوا على نفس الطابه، ما بيركضوا سوا عاده، قليل تفوت عمر معهم. يعني تايم اوت
وهون وسام عم بيعترض. الباسور طلع بلوك، هو ورا مد ايديه، هو عادة إذا ايديه فوق الشبك بيكون يعتبر بلوك، بس يخزلان عنه يعني إذا مد ايديه مينيموم، مجرد مد ايديه خلص صاروا فوق الشبك يعني لو منط، فعم بيكون في شريعة بينه وبين الحكم على الأساس. 22-19 إرسال لوسام، هيدي وقفة الأنوار المفضلة. ثلاثة وعشرين تسعة عشر وفريق الزهرة عم يتوجه ليعمل نتيجة 2-0. الأغلاط صارت بوقت مش بمحله يعني على السيرفيس ميتيتش. حفار بيخرج بفوت يميل عبيد، وكمان تبديل هون، خروج عمر وعودة ألن بفريق الأنوار. بنهاية هالمجموعة عصام رح نكون بحوار صغير مع الوزير السابق للشباب والرياضة فيصل عمر كرامي. لوقا على غريغ، غريغوري كابتو تتخلص، والمرة البلوك من فيليب. 23-20 عادة، بس يكون عندك واحد سيرفيسه منيح ما فيك تلهي. المدرب فريق الأنوار عمل التشينج تبعه مشان يكسر له سيرفيسه، نجح فيها. وطابة بعيدة من كورفن. 23-21 الأنوار عم بيسكر الفريق. بذكر انه المجموعة الأولى انهيها فريق الزهرة لمصلحته 25-19، حاليا 23-21. زوزو ما بيغلط فيهم هالطابات، لكن هلا غلط. الطابة لمصلحة الزهرة. هيدي فرصة لا تعوض. صحيح. فريق الأنوار كانت عملت له 22-23. نار بيستقبل، طابة بتتخلص، وآلن بيلقط البلوك. 24-22 انفكاء عالي كتير، بيطلع عالي. وبلوك تاني لابيير. 23-24 مجموعة حلوة كثير. لو ما طابت زوزو كانوا يمكن سيت صار لهوني. كمان تايم اوت هالمرة بيطلبوا سيمو، يعني حس سيمو انه المجموعة عم تفلت من ايده. اكيد اذا راحت هالطابة 24 جميع يعني ما حدا بيعرف وين بتصير. اكيد يعني و2-0 مش مثل ال1-1. اكيد. الطابة لكيرفن تصور. رح نشوف، كنا عم نشوف مدرب فريق الأنوار، صرنا عم نشوف صبايا الإكس إكس إل. مين أحسن؟ مين أحسن؟ أكيد صبايا الإكس إكس إل. بالنسبة للجمال، أما رياضياً فأكيد سينيسيا مدرب عنده باع طويل بالملاعب. أفضل اثنين الإكس إكس إل. زوزو نهدى. والطابة من كورفن خارج الملعب. 24-24. سمعوك صبايا الاكس اكس ال شو عم تحكي، واجوا جابوا لك اكس اكس ال، تفضل. 24-24
زوزو نهرة على السيرفيس، زبطت معك لكيرفن بس ما زبطت معه لأنه خارج الملعب. والطابة بالأوت، فريق الأنوار عم بيقلب تأخره لتقدم. من أغلاط مش بوقتها أبدا، فريق الزهر عم يلعب كل الوقت، كان أغلاطه كتير ضئيلة، عمل هلأ الفوبا تبعه منيحة 25-24. هون كريستيانو ما قدر طالع للطابة، زوزو استقبال كيرفن، طابة بتتخلص وفي لمسة شبك والأنوار عم بيعادل، فات لعنده أو فات على منطقته، عم بيعادل 1-1 26-24. إذن مجموعة بمجموعة، هون الطابة دخل على المنطقة مثل ما شايفين لاعب فريق الزهرة، ولحظات قليلة مشاهدينا رح كون بمقابلة صغيرة مع معالي وزير الشباب والرياضة السابق فيصل عمر كرامي. أكيد قاعة المينا عم تستقبل هالمباراة. صار معنا معالي وزير الشباب والرياضة السابق فيصل كرامي. معالي الوزير، أول شيء بالذكرى السنوية للراحل الرئيس عمر كرامي اخترته الرياضة. السؤال سألته لياسر ببداية لهيدا، قال لي أنه الرئيس كرامي كان يحب الرياضة. صحيح. وحضرتك وزير شباب ورياضة، فشو بتقول سابق بس بعدك بقلوب الرياضيين؟ تسلم الله يخليك، وخصوصا على هالموقع اللي نحن موجودين فيه، يعني لو ما جهودك كان له أكثر من 40 سنة واقف. يعني الحمد لله قدرنا بخلال عهدنا بوزارة الشباب والرياضة أن ننشئ هالصرح الرياضي الكبير لأهل طرابلس والمينا، وأنا برأيي هن بيستاهلوا أكثر من هيك بكثير، يعني بيستاهلوا قاعات رياضية، لأنه طرابلس دائما ولادة بالرياضة والرياضيين، هيدي واحدة. الثانية الحقيقة صحيح الرئيس كرامي كان يحب الرياضة وكان يحب الرياضيين وكان يمارس الرياضة بشكل كبير، وكان مشجع كبير للرياضة والرياضيين، وربينا على هالأساس، يعني مشان هيك نحن طلعنا بنحب الرياضة وممارس الرياضة بكل أنواعها أو بمعظم أنواعها. ثالثا أنا أولا ما فيني إلا أشكر القطاع الرياضي بتيار الكرامة يلي أصر أنه ما تمر هالذكرى مرور الكرام بدون القيام بمباراة سموها دورة، لا هي مباراة رياضية بين فريقين كبار، فريق الزهرة الرياضي يلي شرفنا هذيك السنة بأنه ربح بطولة لبنان لأول مرة، وفريق الأنوار اللي هو عزيز على قلوبنا واللي لديه الكثير من التاريخ الكبير المشرق بعالم الرياضة والرياضيين، فأرادوا أنه يقيموا هالمباراة. بدي أشكر الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة يلي كمان عمل جهد أنه حط هالمباريات، وخصوصاً هن عندهم دوري، فأنا بشكرهم من كل قلبي، وطرابلس كله باسم طرابلس الطرابلسية بشكرهم اللي قدروا يقوموا بهالمباراة رغم بعرف قديش محشور الوقت معهم. اخترنا الرياضة لأنه الرياضة دايما بتمثل الوجه الحلو، الوجه المشرق، الروح الرياضية، وجه الشباب الحضاري. بدي أشكر الجمهور اللي حضر من كل مكان لمشاهدة هالمباراة، وبنوعدهم أنه إن شاء الله السنة الجاية مثل ما اتفقنا هلأ مع الإخوان أنه يكون في أسبوع رياضي في طرابلس، يكون في كثافة بالرياضة، يعني مش بس فولي بول، يكون غير ألعاب وباسكت بول وفوتبول. نحن بنشكرك معالي الوزير على وقتك الثمين. بدي أشكر الأو تي في، الله يخليك، دائما مشرقة ودائما بتضوي على الوجه الجميل لمدينة طرابلس وعلى الرياضة والرياضية. نحن كمان بنقول لك طرابلس بقلبنا، والرئيس عمر كرامي بيستحق مش بس أسبوع، يمكن دوري كامل باسمه إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك معالي الوزير. إذا مشاهدينا نرجع على أرض الملعب مع المجموعة الثالثة، 1-1 صارت المجموعة، ومثل ما سمعتوا وزير الشباب والرياضة السابق فيصل عمر كرامي عم بيحكي عن أسبوع للرئيس عمر كرامي بالسنة اللي جاية بالذكرى السنوية الثانية لرحيله. عصام 1-1، المباراة بترجع بتشتعل من أول وجديد، وطبعا تغيرت حسابات الفريقين هلأ.
مظبوط. بتصور هلا ما عاد عنده حدا حجه ما يلعب، يعني فريق انوار مبلش باساسه ما كثير يعني قلت لك بالريتم اللعب مظبوط. بثاني سيت فريق الزهره بتصور هو اللي روحه ثاني سيت، بس هلا الماتش رح يرجع يشتعل من جديد، الفريقين رح يفوتوا بالجو، رح يلعبوا اثنيناتهم رح يلعبوا اثنيناتهم فول باور ثاني. وهيك مبين من البدايه فريق الزهره بيسجل طابي بصدره لجريج، يعني عم بيعاني جريج اليوم من الصيبات. مظبوط واقف بالدرب. هالمرة ميتيتش بيختار جامب سيرف وبيرد عليه فيليب، لكن طابي بتتخلص. محاولة جديدة للأنوار. هالمرة جريجوري كمان، طابي بتدافع الحفار. أوه نقطة ذكية لكورفن. 2-0. ذكية كثير من كورفن. وهي طابي الدفاع ل يعني الطابة اللي بتضيع من هيك طابية بتخلص بتسقيطها بكورفن. اكيد 2 كونتر اتاك ما استفاد منهم الانوار. مزبوط على طول الكونتر اتاك عادة إذا ما استفدت بأول طابة من الصعب يجيك وحدة ثانية بسهولة. ميتيتش ايس جديد. يعني شوف لي عصام عندك كم ايس صار عامل ميهايلو ميتيتش. هيدا ميتيتش. ميتيتش صار ضارب 7 سيرفيس عامل كمان. ميتيتش هالمرة بينلقط وبيسجل فيليب. النقطة الأولى للأنوار بالمجموعة الثالثة 1-3. هيدا جريجوري اللي سجل. سبع سيرفيسات، سبع ايسات، سبع ايسات يعني رقم كبير. شايني جريجوري بيحاول يقلده لكن بيسقط بمنطقته. 4-1 للزهرة. لوقا طابة بتنلقط ما بتتخلص والله بترجع لمنطقة الزهرة. كورفن طابته بتتخلص مرة جديدة لكن هالمرة ما بينجح وسام يخلصها. 5-1. أكيد ما دخلوا وسام ممكن عم يدافع ورا. تايم أوت لاسينيسيا. 5-1 فرق كتير كبير ببداية المجموعة الثالثة. أنا كنت متوقع يكون أفضل من هيك، بس إنه عامل 3 إيس أول تقليعة مش هينة. الإيس بهد الفريق اللي مقابلك أكيد، وفريق الأنوار عنده على طول المشكلة الأساسية عنده إذا ما استقبل منيح بينهد، لأنه بيعتبر إنه توب سيرفر. ميهايلو ميتيتش 6 6 كورفن 1 مش محسوب الأخرين يمكن اللي عمله تصور يمكن قبل ما يعمل الأخير هيدا الإحصاءات. هلا بنشوف مع فريق الإحصاءات جون أبو جودي. أنا عندي 7 نقط مظبوط. 7 نقط 6 عامل بلوك عامل بلوك. لوقا زوزو طابة بتتخلص حفار لكن نقطة للأنوار. طابتين زوزو نهرة. أوه بمساعدة الفيليه عم يرجع الأنوار.
يعني ايه؟ انعمل القانون بس دق بالفيلم مشان جامب سيرف يكون اصعب شوي مش للفلوت. يعني ربح وحده وخسر وحده زوزو 6-4 اجمالا عم بيكون سيرفيسها صعب. 6-3 عفوا. خلص طابي حفار كمان كمان بيير فيريس سلاح البلوك عند بيير فيريس فعال عم بيكون بهاللحظات. بيير معروف عنده بلوك على بالاخص طابات العالي ايديه جامدين وبيعمل مساحه منيحه على الشبك. بالاوت طابي بالاوت من فيليب 7-4 لفريق الزهرة. هيدا فيليب كورفان صاروخ بخلصوا غريغوري وفيليب بيضرب لكن بيهدي لوقا كورفان من جديد طابة بتتخلص كونتر اتاك لفريق الزهرة ولوقا كمان طابته بتتخلص وسام بيختار ألين طابة تبقى يعني واحدة من أجمل الطابات هالمرة حاول أنه يسقط كورفان يخدعهم وبالنهاية فيليب بيربح الطابة الطويلة جدا. فريقين خسروا كونتر أتاك بس أنه يعني عم بيدافعوا اثنينتهم هذا الحلو فيها هالطابة. واحدة من أطول طابات هالمباراة تخلص بهاللمسة من فيليب 5-7. آلان كوميل لاعب سلوفيني بفريق الأنوار على لوقا استقبال جيد والحفار بيسجل تكنيكال تايم أوت أول لمصلحة الزهرة. تعليمات سينيسيا ذكر أن المجموعة الأولى أنهيها فريق الزهرة لمصلحته 25-19 المجموعة الثانية للأنوار 26-24 المجموعة الثالثة 8-5 لفريق الزهرة لهلأ. هون عم نشوف الحضور بمنصة قاعة الميناء طابة بتتخلص لوقا صاروخ من لوقا حفار استقبال لألن بلوك لوقا 10-5 دوبل سكور للزهرة. فيليب قديش صار شايط كثير كمان لوقا 3 نقاط على الطويلة للوقا والزهرة عم بيتقدم بفارق 6. Thank you.
11-6. أو 6-11. وهلأ كريستيان بيضرب وبيسجل. كريستيان ملقوط طابة وحدة، أغلبية طابة الأجور ربحهم. كريستيان عم يضرب سيرفيس فلوت غريب، يعني حكينا عن سيرفيسه بالأول لكن لهلا مزبوط صفر بالسيرفيس. 12-7 له حق. وسام استقبال من الحفار كارفان. كارفان بيضرب. غريغوري كان عم يعترض، عم بيقول طابي برا، طالع بلوك كيف شافه ما بعرف. لكن جوزيف خارما تنشوف متتش وهويتو. هويتو خارج الملعب. متتش 13-8. من قليل بس اللاعب يطلع يضرب سيرفيس ويسجل ويحس الفريق الثاني اللي قدامه ملبك فبيكون مرتاح اكثر، بس اذا راح الطابه الفريق مش مفروض يتلبك اللي مقابله فبيجي يصير يعمل حسابات وعم يكون مرتاح. كان بال جريجوري بالفيلي 14-8 للزهرة. كمان جريجوري سيرفيسه منيح بس صار مروح سيرفيسين ورا بعض، هو صار جاي مرتين على السيرفيس ومروح. لوقا جامب سيرف، النار بيستقبل زوزو والطابة بالاوت. 14-9 وزوزو نهرة على السيرفيس. النار بيخرج بيير فارس بأرض الملعب. يميل ودرار بيسجل 15-9. اجمالا زوزو افضل من افضل مسجلين بفريق الانوار، عنده 8 نقط لهلا بينما داركو 12 وفي الن 7. 9-15 15-9 سكول. درار بيير فارس بيسجل. بيير هي تالت نقطة لبيير. فيليب حفار بيستقبل وبيطلع بيضرب الحفار وبيسجل. تاني تكنيكال تايم اوت 16-10 لمصلحة الزهرة. مش راضي ابدا سينيسيا فريق الزهرة. لوكا 13 نقطة، كيرفن 14 نقطة، وميتتش 7 نقط، بلوك و6 سيرفيس ميتتش. وكريستيانو 5 نقط. هيدا بالنسبة للتوب سكورر. توب سكوررز بفريق بكل فريق فريقه. بكل فريق. شفنا عندك عصام بالنسبة للأنوار مين توب سكورر؟ داركو. توب سكورر داركو. فيليب. فيليب بفريق الانوار عنده 12 نقطة. الن 7 نقط، جوزيف 9 نقط، جوزيف نهرة. الن 7 نقط، جريجوري 5 وبيير فارس 3. نرجع للملعب وكورفان على السيرفيس جامب سيرف بالفيلي 11-15 11-16. يعني اجمالا الماتش عم بيكون فوره ومرجع من هدي فوره ومرجع من هدي ما عم بيكون ستاب. يميل استقبال عاطل من يميل. كارفان بيحاول يسقط. اوه النار اخطا بهالطابه. النار حاول كلها اخطا عدم تركيز.
يعني هذه غلطة قلة تركيز مش يعني هينة الطابة جاية. حفار استقبال لألان وبيير بيسجل. بيير 12-17. تتخلص طابة غريغوري. حاول غريغوري 18-12. تايم اوت لفريق الأنوار. هون حوار بين الإحصاءات بفريق الزهرة ودرار عبيد. تصور عم بوجه له سيرفيسه كان لأنه عم بيدرب سيرفيس مطالبين منه يدرب سيرفيس مطرح. وصل درار غير النقطة. هلا بالإجمال فريق الزهرة أتاكو 55%، أنوار 45%. ريسبسيون بفريق الزهرة 52%، فريق الأنوار 35%. وهذا بيعود لسبع ارسالات يعني سبع طابات ايسز. بالسيرفيس فريق الزهرة عنده سبع نقط بينما فريق الأنوار نقطة واحدة. بالبلوك فريق الأنوار الشغلة الوحيدة اللي متميز فيها عن فريق الزهرة هو البلوك، عمل 8، فريق الزهرة عمل 6. كريستيانو ارسال وآلن بيضرب. آلن 13-18. هاي وقفة المفضلة لفريق الأنوار. ايس من وسام 14-18. كمان سيرفيس صعب. واو البلوك فعال كثير عند الانوار. بالاجمال فريق الزهره بهالبوزيشن يعني عاده بيقدر يلعب على الكروس باغلبيه اوقاته، بس ما عم كثير عم يستعمله، عم يستعمل اللاعب البقوي معه لانه سكوره كثير بعيد يعني فمرتاح، فمشان هيك مش عم نشوف كيرفن كثير بالماتش. وهيدا كارفان بس كب كتير بعيد. مزبوط، بس لعيب مثل هيدا بتتركه فترة طويلة ترجع بتلعبه بينزل تركيزه، يعني إذا ما قدر أخذ 52% من أتاك الفريق مشكلة. بيعود هو الكروس عادة بالأخص هو مميز بالفريق عندهم. 5-0 ران للأنوار. طابة بتتخلص. واا 6-0 ران 17-18 من 12-17 ل 17-18. عايزه هلا ما قادر استعمله. ما فيك يعني بارتي ست كامل مش مستعمل شيء يعني الثاني ست ونص وهون. بس اساسا اليوم كيرفن منه بالمود منه بالمود تبع اللي شايف فيه بالبطوله هذيك. سيمو عطلة بيضطر يطلب التايم اوت. بالاعاده البطيئه ضربه فيليب خارج الملعب. لهلا توب سبايكرز بالبرسنتج عندك كريستيان عساف 80%، لوقا 71%، جوزيف نهرة 70%، كيرفن 50%، آلن 50%، بيير فارس 50%، محمد حفار 40%، والغريب انه فيليب 36%. لوقا بيسجل للزهرة 19-17. نحن بالمجموعة الثالثة من المباراة بين الزهرة والأنوار على كأس الرئيس الراحل عمر كرامي.
ميهايلو ميتيتش صاحب 6 ايسز. تابتو بتلقط، مين اللي بيضرب؟ طابة لمصلحة الزهرة. عشرين 17. من هون مفروض يكسروا له سيرفيس ودغري، بما انه عم يسجل مفروض هون ينكسر السيرفيس تبع ميتيتش. هيدا ميتيتش بيحاول يضرب السيرفيس العجيب تبعه ما بينجح، حاول يعمل يعطيها افيه شوي، نجحت معه مرتين. هو بالاجمال بس تلعب بس يلعب براسه شوي، هو عم يضرب سيرفيس يبرم فيه كثير، ما 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 بيقدر ياخذ نتيجه منها، هو ضرب على الاخر يعني. واو بلوك، بلوك لفيليب 19-20. رجع الأنوار، يميل استقبال كوربان بيضرب، كوربان بيضرب بيسيبه لجريجوري. مقصد اليوم وين ما يروح بيلحقوا. 21-19 للزهرة. لوقا استقبال للنار، ماتيتش بيخلص، كارفان بيحاول يسقط لكن طابي بتخلص من جديد، تتخلص من جديد. ألان كمان طابته بتتخلص وبينهيها، بينهيها فيليب 20-21. فيليب بالكونتر اتاك ما بيخسر. 20-21. يعني بعد المجموعة الأولى اللي شفنا فيها فروقات بالنقاط، ما كانوا الفريقين فايتين بأجواءها، صارت متقاربة المباراة. مظبوط. زوزو سيرفيس صعب ودرار بيسجل، مبينة واضحة كانت ضربة الخطف. 22-20. قاسم الحسن كان عم يستعد ليدخل لكن ما لحق، بفوت بلوك محل الحفار. فيليب بيضرب وبيسجل 21-22. استقبال لوقا حفار، طابته بتنلقط وهالمرة فيليب بيضرب كمان وبيعادل 22-22. ثلاث طابات قطعوا، هلا بده يعطي مين؟ هلا بده يعطي مين؟ مين بتتوقع؟ كارفن. كارفن بس ثلاث نقط قطعوا اعطيهن. منيح حفار بعده، بعده على الحفار والحفار عم يلقط، دفعت هذه ما لقطت. هلا كورفن طابته بتنلقط لكورفن، دفاع جيد للانوار. كورفن من جديد بينلقط بالبلوك كمان، لكن هالمرة الطابة للخارج 23-22 للزهرة. هيدا كورفن بالإعادة، حاول فيليب يخلصها على قد ما قدر لكن كانت كتير قوية وخارج الملعب.
طابة حلوة هذيك كانت. سرع فينا نشوف كارفن كم نقطة صار عامل عصام. أربعة عشر نقطة للاعب اللي واقف قدامكم مشاهدينا. ألان بيستقبل وفيليب بيسجل 23-23. يعني لي اثنين الكروسي بالفريقين كيرفن وفيليب اثنينتهم مش بالتوب تبعهم، يعني كيرفن بال 50% عادة ما بيكون هيك، وفيليب كمان ما بيكون بال 40%. ألان كامل استقبال من لوقا كيرفن بيضرب بالاوت كيرفن والانوار عم يتقدم 24-23. ممكن الانوار يقلب النتيجه. تايم اوت لسيمو. يعني بالبارتيتين بالنقط الحساسه ما ساعد كيرفن يعني، وفريق الانوار عم بيوصل بالعشرينات عم بيكون كثير تركيزه اعلى من فريق الزهرة. صحيح، مشان هيك عم بيحسم السات هون. الزهرة عم بيكون مرتاح كل السات، بس يوصل للنقط الحساسة عم بينطق، يعني كيرفن ما عم بيكون بالوضع اللي لازم يريحهم فيه. بعد ما بعرف اذا في بريك او رح اخذ كمان مقابلة لرئيس اتحاد الفوليبول رئيس اللجنة الاولمبية استاذ جان همام بعد نهاية هالمجموعة. رجعنا للملعب بعد عطل طارئ صغير. مشاهدينا بعدنا بالمجموعة الثالثة. كارفر بيضرب وبيعادل 25-25. بعد ما طرح ما انتهينا نقطة للفريق أنوار كانت ما تغير شيء. صحيح، بس في طابتين حلوين قطعوا كثير. هيدي طابة كارفر اللي عادل فيها 25-25 وكريستيانو على السيرفيس. بعد المباراة هلا بتكون منيح ان شاء الله. تنشوف بعد مترو فلوت اليوم غريب، ان شاء الله ما يكون تعرض لشيء إصابة. هون عم بيسجل غريغوري 26-25 للأنوار. أجمل نقط بالسات على طول بتكون هيدي، بس تكون فريق على آخر. ويساب حفار بيستقبل بينجح لوقا انه يعادل من جديد 26-26. فيليب فتح له اللاين كثير وميتج. على السيرفيس ميتج، سيرفيس خاطئ كمان نفس القصة، اللي نفس الغلطة تبع اللي قبله، عم يطلع يبرم كثير بايده بكفه. مباراة ودية بيقدر يجرب، بس انه ست على اخره. استقبال من يميل
وبيعادل كوربان 27 27. طلع شاط وفيليب كان بعد ما نط على الطابق. لوقع سيرفيس لفريق الزهرة. استقبال للأنوار. زوزو نهرة بيضرب وبيسجل زوزو 28 27. وجميل بيدافع و حاول ماتتش يلحقها يلعب فوتبول ما زبطيت. هيدا ماتتش عم بيحاول. كمان زوزو بالوقت الحرج 28 28. مجموعة حلوة. توقيتها مش حلو بس بتصير أكيد. هيدي اللعبة درار سيرفيس جامب سيرف من درار. كارفان بيلقط ألن بالبلوك. مان كان سوري نهاية السيت على طول عم تكون على درار بيكون عم يضرب سيرفيس. يلا هون 29 28 للزهرة. هيدا سينيسيا ريليتش. بتخلص طابي بترجع الكونتر اتاك للأنوار. وهالمرة بيضرب ألن فيليب عفوا وبيعادل 29 29. مش حبت انت هذه البارتي حلوة. هيدا التقارب الموجود. هيدا فيليب لوقا بيستقبل كارفن بيضرب بيسجل 30 29. مع انه كان في سوء تنسيق رهيب بهذه غريب. طلع فات سريع عطيت طابة عالية بس عارف يتصرف فيها. جامب سيرف استقبال من النار فيليب. طابة بتتخلص. هلا رح ينهي الزهرة المجموعة. كارفان بينهي المجموعة 31 29. رح كون أنا وياكم مشاهدينا بمقابلة صغيرة مع رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الأستاذ جان همام. نحكي نحن وياه شوي عن انطلاق البطولة. مساء الخير أستاذ جان. مساء النور. يعني اليوم شايفينك بطرابلس بهالمباراة هي على كاس الرئيس الراحل. خليني زبط لك الكاس. على كاس الرئيس الراحل عمر كرامي. يعني الاتحاد قبل انطلاق البطولة شكركم الوزير كرامي انه قبل انطلاق البطولة مباراة قوية مثل هيدي شكر الفريقين. يعني الاتحاد اليوم اللعبة رجعت معه للتوب. صحيح. كيف متوقع تكون بطولة لبنان؟ أول شيء خليني أقول لك أنه الوزير كرامي ما بيتكافى. الوزير كرامي على عهده الرياضة اللبنانية أخذت كثير من الميزات وكانت الوزارة وزارة سيادية على عهده. وزارة الرياضة كانت وزارة سيادية على عهده. الله يعطي أيام حلوة وإن شاء الله بنشوفه بالمراكز الأعلى. بطولة لبنان مقلعه بشكل جيد كثير. اليوم نحن نهار الثلاثة المباراة الأولى وبتصور السنة بطولة مميزة أخذت الدفع اللي لازم تاخده من نجاحات سنة الماضي. سنة الماضي كانت النهائيات رائعة. السنة البطولة مبلشة من أولها رائعة. والاتحاد السنة مثل ما عرفت اللي جازم بموضوع اللاعبين الأجانب. ما رح يكون في أي لاعب أجنبي يسمح له أنه يلعب مع أي نادي إلا ما يكون خلص شهادة الانتقال الدولية تبعيته. صحيح. وين ما كان يكون هيك بشكل انه نحن نحمي حالنا مع الاتحاد الدولي ومع الاتحادات الوطنيه
يلي هن عم بيتصلوا فينا دائما ويركزوا على هذا الموضوع، تضل مكانه وسمعه الاتحاد اللبناني وسمعه لبنان على اعلى المستويات. بعد في شغله قبل ما تنطلق المجموعه، قصه الاحصاءات، اخذتوا قرار كل المباريات رح يصير في احصاءات، هيدي لاول مره بتاريخ البطوله بلبنان. صحيح، كل المباريات رح يكون في احصاءات، والاحصاءات رح تكون أونلاين مباشرة، يعني الكوتش هو ومعه تليفونه على أبليكيشن معينة بيقدر يقرأ الإحصاءات ويستفيد منها ويركز على هذا اللعيب إذا عم بيعطي ولا هذا اللعيب مش عم بيعطي. بالإضافة إلى ذلك كذلك الأمر عندنا أربع مراقبين للحكام رح يكونوا موجودين، وهن رح يعطوا تقاريرهم مباشرة لرئيس الاتحاد بعد كل مباراة عن إداء الحكام اللي هن عم بيديروا هالمباراة، تقدر نعطي كل نادي حقه بشكل جيد. هذا يعطيكم العافية بريزيدان، شكرا لك. شكرا، مرسي. إذن نحن كمان ناطرين مشاهدينا نشوف نحن وياكم المجموعة الرابعة. حاليا الزهرة متقدم 2-1، وعصام رح يرجع يكون إلى جنبي. رح نشوف لكان المجموعة الرابعة نحن وياكم، فريقين على أرض الملعب، الزهرة متقدم 2-1. بذكر انه هو ربح نهائي دوري سامي ابو جودة 3-1، هل رح يربح كاس عمر كرامي 3-1 ايضا، او الانوار رح يكون له كلام تاني؟ مننطر ومنشوف. الانوار فريق عنيد كتير، عنده بطولات كبيرة، سيطر على الكرة الطائرة اللبنانية لفترة ان كان للرجال او للسيدات، والسنة الماضية هو الوصيف، والوصيف منه شي هين. عصام، لحد هلأ بشكل عام المباراة كيف شايفها؟ ما بدنا نحكي عن المجموعة الأولى، احكي لي عن المجموعتين يلي هن اللز اللي شفناها اليوم. يعني المجموعتين عم بيكونوا متقربين على النقط فوق ال، يعني آخر بارتين انتهت بتصور 30-32 في هيك، 31-29-26-24، عم بيكون نقط كثير متقاربه، الفريقين عم بيلعبوا كثير حلو بهالوقت. والانوار عم يتقدم 2-0 بهالمجموعه الرابعه. بتصور كمان هذا بيكون ست حلو، بس اللي عم بيصير انه الست عم بيكون من اوله لمصلحه معينه بترجع بيقلب باخره. لوقا بيسجل أول نقطة للزهرة 2-1 أو 1-2. بذكر كل المشاهدين يلي صاروا معنا هلأ أنه عم يحضروا كيس الرئيس الراحل عمر كرامي بالكرة الطائرة بين الأنوار جديدة والزهرة المينا بقاعة المينا برعاية XXL. درار يعني خلصوها بآخر تكة لاعبي الأنوار. مضبوط، أربعة طبيط، 2-2. رجع على الجمب سيرف كريستيان، ويا ريته ما رجع. سجل هون 2-3 أو 3-2 للأنوار. غريغوري اللاعب البولوني، استقبال من ديرار، كورفن طابي بيسجلها ديرار 3-3. لكل يلي عم بيسألوا إذا كانت هيدي انطلاقة بطولة لبنان، منقلن إنه هيدي كاس الرئيس الراحل عمر كرامي، بطولة لبنان تنطلق يوم الثلاثاء بمرحلتها الأولى، وعشاق الفوليبول عبر الأو تي في رح يشوفوا يوم السبت الجاي أول مباراة ضمن البطولة منقولة، ورح تجمع فريقي البوشرية ودلهون من مجمع الشيح، والمباريات كلها رح تكون السكور تبعها أونلاين على اللاب بولي على موقع الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة مع ستاتستيك لكل المتوشة. هيدي لأول مرة حكينا عنها مع السجان قبل شوي. عصام محاولة، وبيير فارس بيسجل 5-3. عم يتقدم الأنوار
يعني هيدي الاحصاءات اونلاين صار الفريق مش بحاجه انه يكون معه فريق احصاءات، عم بيوفروا الاتحاد عم بيوفر على النوادي هالموضوع. مزبوط، يعني حتى يعني على ارض الملعب وقت الماتش يعني قادر المدرب يشوفها، يعني بيقدر يحمل التليفون او لابتوب تبعه، بيقدر يفوت يشوف كل الاحصائيات اللي عم تصير بالماتش. مساعده بده يشوفه اكيد، مساعده بيقول له، واجمالا اغلبيه الفرق عم بيكون من عندها الاحصاءات. لوقا سيرفيس، النار بيستقبل طابقين لجريجوري. جون عامل اكيب بسرعه، وحتى اذا حدا بده يجي يشوف ويتعلم يبقى وكذا بيكونوا كثير اكيد فيهم يتصلوا فينا وبالزميلنا جون ابو جودي، بهمه يكون في اشخاص كثير عم يشتغلوا هالشغله. يلا عمل له دعايه لجون بلاش على عم عامل دعايه للستاتستيك مش ناقصه دعايه. 5-6 طابه لمصلحه الزهره، اوت كان الارسال. هيدا سيمو عطله مدرب الزهره، ودرار غريغوري بيستقبل، آلان بيضرب. 7-5 للأنوار. إلي آلان قادر يكون بمستوى أعلى من هيك بكتير، قادر يكون افضل من هيك، عنده الطاقه وعنده كل شيء وسيفيتو يعني مهمه. عصام بفتكر يعني بعرف انه هيدي مهمه المباراه، كاس بتحمل اسم شخصيه لبنانيه عزيزه على قلوب كتار، بس بفتكر انه الفريقين عم يتجنبوا الاصابات مثل ما صار مع نضال يعني باول مع هاني حليحل. يعني ما في لاعب بفوت على الملعب قادر يتجنب الاصابه، بس ما بيلعب ما في اكيد بس بيقدر يلعب بالحد الادنى يمكن. مظبوط، بس لا اجمالا عم بيعطوا الشباب لا مستوى كثير مرتفع. كارفان يستقبل الان وطابه بيربحها غريغوري. 8-6 اول مره بهالمباراه، تكنيكال تايم اوت بيكون لمصلحه الانوار. تصور الريتم تبعها حتى كفريق انوار عم بيلعب هلا على كل المجموعه غير الست الاول والثاني. يعني فريق الزهره شوي عنده نتفه اخطاء بالاستقبال عم بيكون هلا بهذا الست هون اكيد، يعني بعد مجموعه طويله وبعد مضبوط ربحها 31، بس عاده بست مثل هيدا 31 السايد اوت تيم كيرفن 52% من 23، لوكا 69% من 16، ديرار 43% من 7، كريستيان 80% من 5، ومحمد حفار 40% من 5. هيدا بالنسبة للزهرة، أما بالنسبة للأنوار فيليب 30 من 23، ألان كومل 53 من 15، غريغوري 10، جوزيف نهرة 78 من 9، وبيير فيديس 75 من 4. بمت نص كثير عم تكون مرتاحة. هيدا بيير ارساله صعب بيير، لكن الن ما بيلحق الطابه. بدي بس نقول سايد اوت يعني اتاك من وراء استقبال طبعا، وفي كونتر اتاك يعني اللي بعد البلوك يعني والديفنس وكونتر اتاك. هدول الف ب الكره الطائره استاذ عصام، ست مهارات في الن، زادت الكونتر اتاك. زوزو 9-7 للأنوار، مباراة طويلة. مثلا بعد الحضور عم بيلومونا، عم نحكي اشياء كثير تكنيك، في ناس انه ما بيعرفوا فولي بول كثير بحبوا يعرفوها يعني. هيدي بنحاول نوضح اوقات شوي كم شغله. بدها شرح كبير للي ما بيعرفوا بقانون اللعبه، لكن بنحاول قد ما فينا نعطيهم. في كثير عم بيقولوا عم بيحضروا حابين للعبه، بس في اشياء ما عم بيقدروا. يمكن هي لعبه فيها تكنيك كثير، لعبه الفوليبول، وبدها شغل كثير غير انك عم تسدد على مرمى او على بانيه. كريستيانو سيرفيس بالفيليه 10-8 للانوار.
واللاعب البولوني بصفوف الانوار غريغوري على السيرفيس، جامب سيرف من غريغوري، استقبال كارفن، بيضرب كارفن ملم، ما في مجال بس يكون السيرفيس مثل الاربعه، يعني الاربعه بس يكون سيرفيس يعني متجه مثل الاربعه، كارفن مش من السهل تقدر تلقطه لانه بتيجي طبطه من بعيد، يعني الطابه بتيجي من نص الملعب فيها اكثر، مش البلوك ما بيقدر يكون سهل فيها. ميتيتش وارساله العجيب الغريب، رجع على الطابات الهينه، زوزو يسجل، زوزو نهرة، خمستاشر طابة زوزو صاروا، 15 طابة ربحان منهم 11 وأربعة ردين له إياهم، يعني مش خسران، 73% نسبة عالية أكيد، أنا عنده 15 عنده 11 نقطة من أتاك وسنترال. بيير بكل روح رياضية بيعلي إيده بيلمس الشباك، عشرة 11 الزهرة معلوقة على السيرفيس، والشباب عم يشربوا اكس اكس ال، بيطلقها بالاوت، بيرجع الانوار بيتقدم، هيدا فريق الاحصاءات زميلنا جون، خدعة رائعة من ميتيتش، طلع على الطابة فكروا رح يسقطها تركها، نزلت لوحدها، هي الطابة دريكت لبيير بس عادة ما بيقدر يطلع عليها، ياخذها من ايده لما بتطلع فوق، عم نشوفها بالإعادة، ليك شو عمل ميتيتش، سحب ايده، سحب ايده وغدروا لبيير، درار عبيد، يعني باستثناء المجموعة الأولى المباراة رايحة طابة من هون طابة من هون، درار بمساعدة الفيليه، بيير بيضرب، طابة بتتخلص ما بتتخلص، كان إجمالا على النص عم بيربح أغلبية طابات ووسام، وهلا صار معه استقبال أفضل كثير من الأول وعم بيقدر يلعب على النص، فريق الزهرة ما عم يلعب كثير على النص، هون الحفار حاول يشيلها من قدام درار، ضره ما فادوا، كارفن، طابة كارفن بيسجلها، وألن بيحاول يلحقها ما بينجح، بتصور من هلا وطالع رح نشوفه كثير لكارفن، يعني بفتكر كارفن عنده أكثر أفضل مسجل هو بالجيم لهلا، مظبوط كارفن صاروا 23 نقطة، 23 نقطة هيدي. مع الايس والتعادل 13-13، سوري 25 نقطة صاروا 25 نقطة، وراء دغري فيليب من الانوار ب 19 نقطة. بعدين لوقا ب 17 والان كوميل 14، جوزيف نهرة 14، الان 10، انوار بيربحوا هالنقطة، بيرجعوا بيتقدموا 14-13، عند الحكم لمين محسوبة هاي الطابة؟ هاي الطابة لمين محسوبة؟ لمحمد 14-14، خلصت الطابة عند الحكم، على طول عم بيلعبها نفس الطريقة هون، محمد حفار سيرفيس، استقبال من ألان، زوزو نهرة بيضرب، زوزو بيسجل نقطة ال 15 والأنوار عم بيتقدم 15-14، هلا
في غازي فات الملعب. غازي فنج صرنا زمان ما شفناه لغازي كنا. اوه عم بيطالبوا بتاتش لكن الحكم جوزيف خرمة بيقول لا تكنيكال تايم اوت لمصلحه الانوار. 16 هجوم على الحكم، خمس لاعبين هجموا على الحكم مع الليبرو، سته فات كمان ليبرو، كمان ليبرو فات. تاني تكنيكال تايم اوت للانوار. بس الغريب انه كيرفن بيعصب، كلهم بيعصبوا، ما بعرف مش واضحه عنا بالاعاده اذا فيها تاتش، رح نرجع نشوفها. لا هي الطابه بطلعتها مبينه، ما برم يعني هو الحكم كيف ياخذها، اذا الطابه تاتش هي رايحه بتبرم تبرم. اول خلينا نرجع نشوفها، مش واضحه. لا مش مبينه تاتش، مش مبينه تاتش. هو هذا اللي بيخليه اكثر شيء افر، غير قريب عليه بيسمع كمان، وهي قريبه كثير تحت انظاره يعني مش بعيده عنه لحتى يكون فيها شك انه جوزيف ما بيغلط هيك طابع. هو كمان مبين انه ضاربها العالي تيخلصها، مش انه عم بيشوطها عاديه كده. انا بدي اشكر عصام شركه ابي رميا اخوين وكيله تيك 6 ال على رعايتها للكره الطائره اللبنانيه. وزوزو نهره بلوك 17-14، يبدو الانوار مصر ياخذنا على مجموعه خامسه حاسمه. زوزو نقطه 16 هيدي. فينيروار فينيروار كيرفن فينيروار بيسجل 15-17. عم يطلبوا تنشيف الملعب اجمالا هي الطابه، بس نحكي بتعتبر غلطه على فيليب، لانه فيليب مفروض يكون مش قاعد حد الشبك، مقرب شوي ندفي على الطرف. خطا من غازي، غازي فنج بالفيليب، فايت مسقع رابع بارتي مش هيني تفوته بهالطقس، مش متوقع كمان. عصام فينا نقول لكل محبي البولي بول رجعت ليالي الكره الطائره عبر الاو تي في، وبيضرب كيرفن 18-16. الانوار متقدم بالمجموعه الثالثه، وميهايلو ميتيتش ما عدنا شفناه عم يسجل. يا حوي هات لنشوف نحن وياك، بيسجل للانوار. بس قلت لك بس لعيب يعني يصير يفكر كثير، كان اول شيء مرتاح عم يسجل. طابة لمصلحة الزهرة، وزوزو كمان بالسيرفيس كان قطع هالمرحلة. لوقا فيليب بيضرب وبيسجل 20-17. يعني اللي شوف بس يتحصل الاستقبال بالفريقين بتشوف لعب حلو، هو اهم نقطه بالفريقين هو الاستقبال. اكيد اذا في استقبال جيد بتسجل. قاسم حسن بيخرج وبيرجع محمد حفار، وفريق الزهرة شوي حتى ارساله ما عاد مثل اول اثنين سيتس. كيرفن خطا كبير من كيرفن والفرق اربعه للانوار. بتصور هذه المشكله سيمون لازم يعالجها مع كيرفن ما يلعب طابات سريع بقى. طلب تايم اوت دغري. صار له فتره عم يلعب طابات سريع من هون، هو منه لاعب سريع يعني مش مفروض مش مضطر كثير يلعب الطابات سريع. ممكن عم يحاول يسقطها، ما فات سريع هو على الطابه، اجت شوي عالي ندفه، وهيدي خطره كثير الطابه على اذا مش كثير فيها تنسيق. توب سكوررز بالزهره كيرفن 27 نقطه،
فيليب 20 نقطة، لوقا 17 نقطة من فريق الزهرة، جوزيف نهرة 16 نقطة، وألان كومل 10 نقاط. في ثلاثة من الأنوار بالتوب 5 بالتوب سكورر. بلا لما في كيرفن هو الأكثر شيء رجع أخذ على عاتقه بالأتاكات كلها. إنه فريق الأنوار فريق مجموعة يعني بيلعب على كل لاعيبته، بينما فريق الزهرة عم يعتمد على كيرفن بيتكل على كيرفن ومعه كمان لوقا، بس لوقا مستقبل ما مش على طول بيقدر يستعمله. هيدا فيليب بيسجل ايس لفيليب 22-17. الانوار متوجه ليعادل. فيليب ثابته بتنلقط، اوه درار بيسجل 18-22. وهيدي الطابه سحبها من هون وهديها كثير، عم يشيروا عليها كمان، فيها نظره من اثنين. انت كمشاهد على العرض البطيء شو بتقول عنا هاي الطابه؟ انا بقول مش مزبوط، مش مزبوط. اول شيء هديت الطابه كثير بايده وصارت شوي مياله لهون، بس نحن على طول انه الحكم مش معود على طابات مثل هيدي، اغلبيه الباسوريه اللي عندنا ما بيكونوا بهالعلو يعني ايديهم فوق الشبكه لقد علو، لانه بالمترين وشوي باسور. هيدي نقطة إيجابية باسور يكون هالقد عالي. أنا بالنسبة لي ما بحب الباسور الطويل، لأنه إذا بتشوف اللاعب ريتم كثير بطيء بالملعب معه، مش عم يقدر يعطي طابة سريعة حتى لكيرفن. نقطة جديدة للزهرة، عم يرجع النتيجة، الزهرة عم يرجع. يعني لعبة الفوليبول فيها سرعة كثير بالأخص بالأتاك، اللاعب اللي معه تيوصلوا على الطابة يعني عم بيكونوا أبطأ منه، يعني هو بيوصل على الطابة قبلهم، فمش من السهل يقدر لاعب سريع. درار فهو اكيد باسور مميز، بس مع لعيبه اطول منه يعني مع فريقه. وين بدك تلاقي بعد لعيبه اطول منه يعني؟ هن بالمنتخب عندهم بصربيا عندهم لعيبه اطول منه. مدرب الانوار فيك تعرف اذا راضي او مش راضي سينيسيا ريليتش؟ يعني ما بيعبر عن بتطلع بالسكور بعرف. طابة كونتر اتاك لمصلحة الزهرة، كيرفن بيضرب بيسجل، كيرفن بيسجل، كيرفن 20-22، 4-0 ران لفريق الزهرة. في مشكلة بالتسكير على الستة عند الأنوار، عم بيروحوا كثير على الزاوية، ما بعرف أكيد بده تايم أوت. يعني بس تقول مشكلة الكوتشية اثنين عم بيصلحوا. أنا هذا شيء إنه شيء مبين واضح غلط، يعني في تسكيرة عم تكون مش منطقية، يعني هو بيكون طالبها منهم مش على هالبوزيسيون، طالبها غير بوزيسيونات. درار عبيد هل راح تكفي اندفاعية الزهرة بعد التايم اوت؟ بيير بكل هدوء، بييرو بيسجل 23-20. بيير اكثر لاعب بتحسه مرتاح بالملعب، خبرته وبيقشع الملعب بشكل ممتاز وبيعرف يستعمل طاقته ساعة لازم. آلان كومل لاعب سلوفيني، استقبال عاطل عند الزهرة، كيرفن شو بده يعمل؟ كيرفن بيسجل على آلان،
21-23 الطابة مثل هذه مستحيل تقولها بتنشاط بعد، يعني من وسطها على الاستقبال، يعني بيقدر يصلح كل الطابات وبقوة، يعني مش انه كارفان. ايش من كارفان عم بيرجع فريقه على اجواء اللقاء. كارفان 22-23 بعد ما وصل الفرق لخمسة. هيدا اذا بتلاحظ زليم لانه راح يطلب تايم اوت، انا قلت اكيد بس ما حبيت احكيها. واقف يعني بيكون واقف على الستة لاعب، مش مفروض ابدا لاعب الطرف يفوت قدامه بالطابات السريع، لانه في نقطة بتطلع منها الطابة بتفتح مثل عينك بس بتفتح، يعني هودي الاركيد مش مفروض حدا يفوت قدام الثاني. فطابة سريعة مثل فات قدامه دغري راحت، سوء تنسيق بتصير ريفلكس اللاعب. كيم سيرفر عند الزهرة، ميهايلو ميتش 25، ديرار عبيد 17، لوكا 17، محمد حفار 16، وكارفن 13. فريق الأنوار، وسام 29، زوزو نهرة 17، غريغوري 16، فيليب 13، وبيير فارس 11. هذا بين لك قديش النقط متقاربة، لأنه كلهم نفس الشيء تقريبا. صحيح. كل وقفة عم تتسجل أكثر من الثانية. استقبال للنار، فيليب يضرب، واه بلوك، بلوك من لوقا، والمباراة عم تشتعل 23-23. ما عنده شيء كثير يقدر يعمله المدرب، ما بيقدر يعمل تشينج حتى هلا لأنه وقفة كثير صعبة. عم بيجربوا اللعيبة بخبرتهم يطالبوا بتمسيح الأرض، مع إنه يعني ما حدا بتصور عرقان كثير بهالطقس. هيدي خبرة اللاعبين الأجانب. غريغوري وشوف كارفان مركز على الطابة مش مركز على شيء ثاني. طبيعي لأنه معود، هذا كأنه تايم أوت. هيدي نار وبيضرب بيير وبيسجل 24-23. هل رح ينهي الزهرة المباراة أو رح ينهي الزهرة المباراة أو الأنوار رح يعادل؟ هيدا السؤال. إجمالا هيدي الوقفة كان الأنوار عم بيقدر يسجل فيها، بس هلا بما إنه اتجاه سيرفيسنا هون رح ياخذ كيرفن طابي مرتاحة. طابي بتتخلص، الأنوار رح يقدر يعادل. فيليب كمان طابة بتتخلص، كونتر اتاك جديد للزهرة. كارفان طابته بتتخلص، بيير لفيليب، فيليب بيسجل، فيليب بيسجل، والأنوار عم بيربح المجموعة وعم بيعادل 2-2. مشاهدينا بريك ومنرجع.